السلام عليكم، معكم أمل بنيهش، رئيسة جمعية أمل الوطنية. كتنظم الجمعية يومين 24 و25 ببهو القصر البلدي بحمرية، معرضا للفنون التشكيلية من تقديم شباب وشابات مدينة مكناس. هذا المعرض نظمناه بتعاون مع مركز مهن البناء بمكناس، والغاية منه هو أننا نشجعوا الطاقات الشابة على تربية المواهب ديالهم الفنية والثقافية، على اعتبار أن الفن والثقافة هو رافد وهو رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية محليا وجهويا ووطنيا. إذا هذا المعرض هذا جاء في السياق، يعني ك يعني هو في إطار مبرمج في يعني في برنامج العمل الجمعية، اللي كتقوم يعني بواحد برنامج عمل متعدد ومتنوع. وهذا النشاط الثقافي والفني جاء يعني كمتنفس للشباب، أننا نعطيوهم واحد يعني متنفس لإبداء يعني المهارات ديالهم الفنية، خاصة وأننا كنعرفوا بأن يعني دوزنا واحد أكثر من عام ونصف وحنا في إطار يعني يعني في الكونفينمون. ودابا هذا المعرض هذا هو متنفس، خاصة أننا على مشارف فصل الصيف، فصل الصيف، وكندعيو جميع الشباب أنهم يلتحقوا ويشاهدوا هذه اللوحات الفنية الرائعة والممتازة. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم، عادل بن الحبيب، أمين مال الجمعية الوطنية، الجمعية الأمل الوطنية. اليوم كما كتشوفوا حنا في هذا الفضاء ديال العرض، اللي هو عرض لوحات الجمعية. ومن الحمد لله ما دازت هذه الجائحة ديال كورونا، ارتأت على أنها تنفتح وتعيد هذه الأنشطة الثقافية، واللي كانت قبل من كورونا. وبالتالي اشتغلنا على واحد المعرض ديال الشباب اللي دائما تبدعوا، دائما فاش كتعطاهم الفرصه كنتفاجئوا بالكم الابداع اللي عندهم. الجمعيه بعد ما دارت عده انشطه صحيه واجتماعيه، ارتأت على انها تنفتح على الانشطه الثقافيه اللي كانت حابسه. المعرض هو المعرض ديال الشباب اللي تيقراو في المعهد ديال لو بي بي تي ديال كما كتشوفوا، كاين لوحات اللي جميله جدا وبدعوا. ودائما الشباب الحمد لله فاش كتعطى لهم الفرصه ديالهم دائما تيديروا شي حوايج اللي ما كنكونوش يعني معولين عليهم. هذه دعوه للناس ديال مكناس على انه يجي ويشوفوا هاد الابداعات ديال الشباب ديالنا. المعرض راه كاين خلاص في البهو ديال البلديه ديال الحمريه، وراه كان البارح اليوم الثاني، اليوم ان شاء الله مع الثمانيه عدد يسالي. فهذه دعوه للجميع على انهم يجيو ويشوفوا هاد الابداعات ديال الوليدات ديالنا. والجميع الجمعيه دائما منفتحه على جميع الأنشطة اللي مش أنها تبرز القدرات والكفاءات ديال الشباب ديالنا المكناسي. وشكرا. عشنا واحد الظروف اللي هي كانت صعيبة بزاف، والحمد لله دابا بدينا مشوار جديد الحمد لله. شحال هادي وانتي تتمارسي الفن التشكيلي؟ دابا دوزون يعني كيعجبني، كنلقى راحتي في الرسم، يعني كتكون قلق ولا كتكون فرحان، كتجي كتحس بواحد الراحة، لحظة استراحة. مزيان تنشكرك. شكرا ليك. السلام عليكم، كنت واصل بزاف في المعازر، كنت من واحد ديال اكسبوزي المواطن السكري، سوف يعمل لي مواطن باسمو في المواطن السكري، كنت
الجامعه والمعايير تبارك الله جميع الحدود سواء في التشكيلي او التجريدي الرقص والموسيقى جميع الحدود اليوم جيت نحاول مهما كان نوصل الافكار ديالك بعد الفتره الوجيزه اللي كنا فيها وماخدناش فيها بزاف الحوايج اللي ارتبطت بكورونا داكشي ما كيعنيش باننا وقفنا من بعد داكشي خدينا واحد النفس اخر ونحاولوا مهما كان